تركيا اليوم دخلت مجموعة الدول التي تحتوي على طاقة نووية. نحن الآن نحتفي بهذا اليوم الذي نعتبره مصدرا للفخر لنا، والرئيس أردوغان سهل عملية الإنجاز ودعم هذا المشروع. وقبل ذلك تم الحديث حول أن يتم إنشاء مفاعلات أو 4 مفاعلات في آن واحد، وهذا يعتبر أيضا إنجازا يحسب لصالح هذا المشروع.